السلام عليكم، كيف حالكم؟ أتمنى تكونوا بخير. لما تفكروا تسووا حاجة سهلة وكل شي يكون صحن واحد من بروتين والخضار وكاربز، ما لكم إلا تشيكن باي أو فطيرة الدجاج. بسويها معاكم اليوم بالبوف باستري بطريقة جدا جدا سهلة ولذيذة. نبدأ بالمقادير. في البداية رح أسلق قطعة صدر دجاج في موية بدون أي إضافات. في قدر على النار أضف 3 ملاعق كبيرة زبدة، أنزل عليها الثوم والبصل وأقلب، أخليه كده دقيقة. ونزل عليها الجزر والماشروم المقطع لشرايح وأقلب وأشوحه لين يذبل. بعدين أضيف 1/2 ملعقة ملح وربع ملعقة فلفل أسود وأقلب. بعدين أضيف 2 دقيق وأقلبها مع الزبدة والخضار. بعدين أضيف 2 كوب من موية سلق الدجاج. بعدين أضيف 1 مكعب مرق الدجاج وأقلب كويس. بعدين أضيف 1/4 كوب كريمة. بعدها أضيف صدر الدجاج اللي سلقناه في البداية، قطعته لشرايح. بعدين أضيف 5 ملاعق بازلاء وأقلب. آخر شيء أضيف الكزبرة. شايفين كيف القوام كريمي ثقيل؟ كذا صار جاهز. نخليه على جنب في سطح العمل. رشيت دقيق، افرد عليه عجينة البوف باستري. هي العجينة فيها 10 قطع، رح اقسم العجينة كل 5 قطع لوحده وافردها على حجم الصينية. يعني حتطلع عندي عجينتين، واحدة احطها بالصينية، ثانية فوق الحشوة بالصينية. الصينية اللي انا بستخدمها تجي صغيرة مقاسها 20 سنتيمتر، اذا مستخدم صينية مقاس 30 سنتيمتر فع كمان لمقادير اللي بذكرها في الفيديو. بعد ما فردت العجينة ادهن الصينية بشوية زيت او زبدة، بعدين انقل العجينة فيها واساويها بالصينية. بعدين اضيف الحشوة اللي سويتها واضيف القسم الثاني من العجينة من فوق الحشوة، اطبقها على بعض واسكرها كويس واشيل الزايد منها. بعدين نسوي فيها فتحات عشان البخار الزايد منها يطلع، وندهنها بالبيض عشان يعطيها لون حلو. بعدين دخلتها الفرن على درجة حرارة 170 لمدة 40 دقيقة، وكذا صارت جاهزة معنا. يمي يمي. هقطعها ووريكم كيف شكلها من الداخل، جدا جدا لذيذة. الحشوة هذه لازم تسووها وتعطوني رأيكم. الحلو بهذه الوصفة كل واحد يسويها على حسب ذوقه. تقدر تغير بالخضار، ممكن تضيف الذرة، بطاطس كمان، أو الدجاج تحطيها قطع صغيرة بدل ما تسلقيها. يعني تبدعوا فيها على ذوقكم. أتمنى عجبكم الفيديو، لا تنسوا تشتركوا بالقناة إذا مو مشتركين، وفعلوا جرس التنبيهات عشان يوصلكم كل جديدي، وانشروا قناتي عشان يوصل لأكبر عدد من الناس. وبس، شكرا على المشاهدة.